يا صباح الخير، يوم الجمعة ده بيبقى تحس دايما إن هو يوم لطيف كده، حتى بداية اليوم بيكون لطيف. لازم طبعا تبتدي اليوم بقراءة سورة الكهف، ودي هتكون حاجة يعني مميزة. طبعا زي ما انتوا عارفين إن أنا في أسيوط في الكلية، فهروح أصلي في مكان لطيف، يعني مكان جديد كده. أنا عن نفسي بحب المكان ده، هاخدكم معايا أوريكم المكان. فنقرأ سورة الكهف وناخد بعضنا ونطلع نصلي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تعدي بيك في وسط النيل بعد ما توصل للمسجد، وبعد كده ترجعك تاني. ما فيش اي طريقة وصول اصلا غير بالمركب، عشان دي جزيرة اصلا في وسط النيل. مكان لطيف هنا جدا، واحد قاعد كده في وسط المايه، ويعني طبيعه النيل مكان كويس. في بس حاجه، كل اللي انت فيه ده مش بشطارتك، كل اللي انت فيه ده بكرم ربنا عليك وبنعم ربنا عليك. وقت ما تحس ان ده الحاجه دي بشطارتك، او كونك مثلا بتأدي عباده معينه، ربنا اكرم عليك في تعليم، ربنا اكرم عليك في اي حاجه، حتى لو في اي شيء في الحياه، فلازم تدرك ان كل الكلام ده بكرم ربنا عليك، وان انت مش باجتهادك خالص يعني. ولو كانت باجتهادك ما كانش حد وصل، يعني كان في ناس كتير تستاهل، لكن كل اللي انت فيه ده بكرم ربنا عليك. ونستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد منكم الجنه بعمله، ده الى اخر الحديث يعني. بس الشاهد في الموضوع ان كل اللي بيحصل ده في الحياة، وكل اللي انت وصلت له ده، سواء ربنا اكرم عليك حتى لو انك بتعبده، فكل ده نعم من عند ربنا. حتى اسلامك نفسه ده نعمة من عند ربنا، مش اجتهاد منك. حتى عملك، مستواك العلم اللي انت وصلت له، اي حاجة ده نعمة من عند ربنا. فانت لازم تدرك حاجة زي كده، علشان لو ما ادركتش حاجة زي كده وفهمت ان ده بجهدك مثلا، وان ده بمجهودك وباجتهادك، ففعلا يعني هتلاقي كل حاجة هتبدأ تزول منك. والكلام ده عن تجارب، الكلام ده عن تجارب فعلا. فنصيحة مني يعني، ما تحاولش تفكر ان كل ده باجتهادك وبعملك انت. انت بتجتهد فعلا عشان ربنا طلب مننا الاعمال، بس كل النتائج دي مش باجتهادك خالص، النتائج دي بكرم ربنا عليك. في ناس فعلا انتكست في عبادتها وبسبب وعملها، بسبب انها بدأت تحس ان كل اللي حصل لها ده مجهودها، وان احنا شطار، وان احنا فعلا
نستاهل؟ لا والله مش نستاهل خالص، وكل حاجة بتحصل في الحياة ده بكرم ربنا علينا، ومفيش حاجة احنا نعملها فنستاهل ناخد عليها كل اللي احنا فيه حاليا ده. وكل واحد يحمد ربنا على الحاجة اللي وصلت له، وكل واحد يحمد ربنا على الحال اللي هو فيه والنعمة اللي هو فيها، ويدرك ان كل ده بكرم ربنا علشان النعمة ما تبدأش تزول منه. فنصيحة يعني مني، أتمنى تكونوا بخير دايما، دمتم بخير. هنقعد بقى شوية هنا في الجو الجميل ده، وبعد كده نروح. يلا يوم كويس، سلام. يا صاحبي هون عليك، كل الحياة مغادرة. يا صاحبي هات يديك، إن القلوب مسافرة. يا صاحبي مهما بكيت، كل المآسي عابرة. يا صاحي دنيانا طريق، والعين